عندنا في الفقرة دي كلام كتير عايزين نتكلم مع حضراتكم فيه متعلق بمنافسات بطولة مصر الدولية للريشة الطايرة لذوي القدرات الخاصة في نسختها الأولى اللي أقيمت مؤخرا في استاد القاهرة الدولي، ونجح من خلالها منتخب مصر في أنه يتوج بثمان ميداليات. طبعا إنجاز محترم جدا. هنتكلم مع حضراتكم عن هذه البطولة وعن تفاصيلها وعن تفاصيل هذه الرياضة بشكل عام مع ضيوفنا اللي منورنا، كابتن نصر يوسف مدرب عام منتخب مصر للريشه الطايره البارالمبيه، وكمان منورنا عمر محمود لاعب منتخب مصر للريشه الطايره البارالمبيه. صباح الفل عليكم. صباح الفل، مبروك الانجاز المحترم. ميرسي خالص، شكرا. صباح النصر والهنا، وسعداء بيكم جدا بجد، وفي نفس الوقت عايزين نتعرف عليكم اكتر قبل بقى ما نتكلم عن البطوله ونتكلم عن التفاصيل. مين كابتن نصر وابتديت ازاي التدريب؟ وبرده طبعا كابتن عمر عايزين نعرف منك، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر يوسف، مدير فني فريق حلوان للريشة الطايرة ومدرب عام منتخب مصر. الحقيقة أنا بدأت الريشة الطايرة بالصدفة. أنا حياتي كلها أصلا مصارع ذراعين، أنا بطل عالم ومحاضر دولي مصارع ذراعين اللي هي الريست، رئيس لجنة حكام أفريقيا. وبدأت الريشة الطايرة معايا كده بالصدفة، كان ليا صديق خد دورة تدريب ريشة طايرة اسمه محمود عطية، وهو اللي عرفني بيها الحقيقة. لقيته الكلام ده كانت سنة 2017، فلقيته بيقول لي أنا أخدت دورة تدريب ريشة طايرة. قلت له إيه ريشة طايرة؟ قال لي حاجة عاملة زي التنس كده وجديدة وبتاع. فكابتن محمود كان حابب إن هو يبدأ يدرب ريشة طايرة، فجي عندنا النادي ومرن ريشة طايرة. بدأت أحب ريشة طايرة عشان يعني أنا كنت زي ما بقول حاجة كده، أنا بطل عالم أصلا مصارع ذراعين، والهيستوري بتاعي كله مصارع ذراعين. فبدات اجي الكابتن محمود صديقي واشوف هو بيتمرن، بدات ان انا العب معاه ريشه طايره على سبيل الهوايه فقط. يعني انا حبيت الرياضه دي مع الكابتن محمود. المهم بعدها بسنه وانا بمارس الرياضه دي وكان معايا صديق اسمه عاطف عبد الكريم، فوجئنا ان الاتحاد المصري للريشه الطايره عامل ورك شوب مع الاتحاد الافريقي للريشه الطايره لذوي الاحتياجات الخاصه. فجمعنا عدد كبير من الافراد ذوي الاعاقه وبداوا يتمرنوا ريشه طايره. مين بقى اللي كان سابق في الموضوع؟ كنت انا وزميلي عاطف اللي بتمرن اوريدي مع الكابتن محمود، فكان لينا السبق وكان مستوانا يؤهلنا للضم لمنتخب مصر. سافرنا منتخب، بمثلنا منتخب مصر في بطوله افريقيا في اوغندا 2018، عملت فضه ميداليه فضه في بطوله افريقيا. ولان انا اصلا فكري تدريبي، يعني انا اصلا مدرب ومعايا ماجستير في البايو ميكانيك، فقررت ان انا اكون مدرب ريشه طايره كمان. يعني انا سعيد ان هواد سالت حضرتك السؤال ده، لان غير كده ما كناش نعرف ابدا الخلفيه دي. لان الشفت حاد جدا من لحظه هي ايه اصلا الريشه الطايره لمدرب منتخب مصر في الريشه الطايره. المهم بدات طبعا استغل فكر التدريب والبايو ميكانيك اللي انا درسته ان انا ابقى مدرب. فكنت مدرب ولاعب في نفس الوقت، مدرب ولاعب، مدرب في نادي ولاعب منتخب مصر ريشه طايره. وطبعا كنت رقم واحد على مستوى الجمهوريه لغايه ما دربت لعيب عندي خليته كسبني. يا خليته كسبني، ما انا بمرنه عشان يعني بطل. بس كسبه كفار يعني؟ لا كسبه، يعني انا اقصد ان انا مرنته وصل لدرجه ان هو كسبني. يعني انا كنت رقم واحد في مصر، وبعدين وصلت رقم واحد في افريقيا. الفريق بتاعي اللي هو حلوان اللي من ضمنهم عمر البطل، في لاعب طبعا حضرتك عارف في رياضه ذوي الاعاقه بتبقى حسب التصنيف الطبي اللي هو كل فئه اعاقتها قريبه من بعض شويه بتنافس مع بعض. فاللاعب اللي في المنافسه بتاعتي اللي هو من عندي كان تاني بعديه لغايه ما وصل لمرحله ان هو كسبني وبقى رقم واحد. ده الحفل الافتتاح بتاع بطوله مصر الدوليه، وطبعا هم داخلين باسم الدول بس طبعا، فكان حاجه 20 دوله وكانت منافسه قويه جدا. دول ابطال نيجيريا. على فكره نيجيريا نازله بقوه وكانت منافس قوي جدا في البطوله. نيجيريا وافريقيا تطوير رهيب. طبعا طبعا. طب عمر بقى كلمنا شويه برضو كده، يعني احنا معانا بطل يا جماعه مش سهل. وعلى فكره انا لما قريت عنك قبل ما تيجي شويه، لا انت من اللعيبه اللي يتخاف منها كمان، يعني بيعملوا الكابتن عمر حساب كبير. كلمنا بدايتك في الرياضه دي، وكلمنا برضو مين اللي كان بيشجعك في الاول ومين اللي كان بيدعمك، يعني عايزين نعرف برضو قصتك يا عمر. بص، اول ما بدات اللعبه دي كنت صراحه ما كنتش عارفها، ما كنتش فاهم يعني ايه ريشه طايره دي. فالمهم كنت نازل النادي، كنت نازل انا ومامتي وقرايبي مع بعضينا، ففي كابتن عرض علينا قال احنا فرقه مع بعضينا بنلعب ريشه طايره،
وعايزينك معانا، فقلت له يعني ايه نشاط رياضي؟ قال لي لعبك كده مش معروف قوي بس تيجي تنضم معانا. ده كان من كام سنه يا عمر؟ ده من 5 سنين. فرحت وفضلت العب. في الاول ما كنتش حاببها عشان كانت صعبه عليا، مع الوقت كابتن نصر خلاني احبها وتعبت عشانها. انت كام سنه دلوقتي يا عمر؟ انا عندي 19.